الفنانة إنعام سلوسة ممثلة مصرية قديرة تميزت بملامحها المصرية وحسها الكوميدي، لذلك قامت بأداء الكثير من الأدوار الكوميدية والتراجيدية والاجتماعية. إنعام سلوسة شاركت في الكثير من المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية، من أشهر أعمالها ليالي الحلمية ورأفة الهجان وعائلة الحاج متولي. أما أفلامها فمن أهمها الإرهاب والكباب، رحلة النسيان، وإشارة مرور وغيرها. شاركت الفنانة القديرة خلال مسيرتها الفنية الطويلة بنحو 300 عمل فني بين المسرح والسينما والتلفزيون، لكن رغم إحصائيات أعمالها العالية فإن أجرها ظل زهيدا مقارنة مع موهبتها وإبداعها. ولدت الفنانة إنعام سلوسة في مدينة دمياط الواقعة في الشمال في دلتا النيل في 9 سبتمبر عام 1939، فظهرت ميول سلوسة الفنية والتمثيلية في عمر مبكر، فدخلت مجال الفن عن طريق تعلمها للعزف على آلة الأكورديون أثناء دراستها للمرحلة الثانوية. التحقت بعد انتهاء المرحلة الثانوية بكلية الآداب جامعة عين شمس، وخلال دراستها الجامعية قامت بتنمية موهبتها وحبها للتمثيل، فوقفت على مسرح الجامعة وشاركت في تقديم العديد من العروض المسرحية البسيطة على خشبة المسرح الجامعي. بعد حصولها على شهادة البكالوريوس من كلية الآداب قررت الالتفات إلى موهبتها وحلمها والدخول للفن من باب أكاديمي، لذلك التحقت بمعهد الفنون المسرحية. وخلال دراستها كان المخرجون يقومون بزيارات للمعهد للتعرف على المواهب الشابة وتقديم فرص للمواهب التي تستحق الدعم، وفعلا هذا ما حصل، فقد قدم لها المخرج نور الدمرداش عام 1964 فرصة ذهبية بترشيحها للمشاركة في بطولة مسلسل لا تطفئ الشمس الذي ضم عددا كبيرا من نجوم التمثيل مثل صلاح السعدني وزوزو ماضي، وكانت هذه الفرصة نقطة فارقة في مسيرتها المهنية، كما تعتبر بداية إنعام في عالم السينما عام 1968 عندما شاركت في فيلم الست النظرة وفيلم التلميذة والأستاذ. بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل لا تطفئ الشمس انهالت العروض على إنعام سلوسة وحصلت على العديد من الفرص، وهكذا بدأت تتزايد ظهورات إنعام على الشاشة الصغيرة. برزت إنعام بشكل كبير بدور الأم وأدته في العديد من الأفلام والمسلسلات،